يا خدمات تونس ويا فلاحات تونس، يا طالبات يا تلميذات يا محاميات يا ربات بيوت، يا فنانات يا مبدعات يا سيدات أعمال، تحية ليكم اليوم، تحية ليكم جميعا. وانتوما موجودين، انسى تونس قاوموا الاستعمار، انسى تونس قاوموا الدكتاتورية، انسى تونس ما ثماش محاكمة سياسية ما همشي فيها، انسى تونس ما ثماش حركة احتجاجية ما همشي فيها، انسى تونس كانوا حضرات في الثورة. ما ننساوش اللي أول امرأة بوزيدية صرخت صرخة الثورة كانت لابسة المالية ولابسة اللحفة وكانت ويلكم يا مالي بوزيد. قاعدين يقولوا أنا انقلابيين، أشكون الانقلابي؟ أشكون اللي انقلب من نهار الأول في الدستور الصغير على الشرعية؟ تونس البلد الوحيد في العالم اللي عنده بس تأسيس ما يعرفوش قداش باش يدوم. تونس البلد الوحيد في العالم اللي عندها بس تأسيس يتحول إلى برلمان وما عليه حتى رقابة، يعمل اللي يحب. تونس اللي تقرر بالقانون وبالأخلاق والمستأسيس يدوم عام وإذا به توادار بعامين. أشكون اللي انقلب على الشرعية؟ إحنا ولا هما؟ إحنا ما ياش انقلابيين، هما يتحطوا على انقلاب مدني، ولكن شو معناها انقلاب مدني؟ هل الوقت الشعب يطالب بالتغيير هو قاعد ينقلب؟ إطلاقا لا. قاعدين يقولوا وأن مقدموا تنازلات مؤلمة وهم قدموا حتى تنازل إلى حد الآن. الحاجة الوحيدة المعلمة اللي عملوها هي ضرر بشعب تونس وضرر بنساء تونس، هذاك الإعلام الوحيد اللي عملوه واللي قاموا به. قاعدين يقولوا كذلك وأنا باش نرجعوهم من الحبوسات وباش نصفيوهم وباش نقصيوهم، وهذه أيضا كذبة أخرى. نحن ديمقراطيين، نحن تقدميين، نحب تونس لكل التونسيات والتونسيين على اختلافاتهم وعلى خلافاتهم، ولكن نقولوا لهم زادة وأن حكومة الإنقاذ نحن نطالبوا بها لا هي منا ولا هي منهم، ما هيش قضية كراسي. نحن نحب حكومة فيها كفاءات وطنية مستقلة باش تحضر الانتخابات تشارك فيها الناس كل، ولكن ثم حاجة نقولوها، اللي ارتكب جريمة لابد أن يحاسب عليها ولا عفو عن الجرائم. اللي شارك في قتلان شكري بن عيد وفي اغتيال البراهمي ولطفي نقل ومحمد مفتي والجميع لابد وانهم ينحاسبوا، وكذلك الجنود نتاع تونس وعمادة من محرص في ضمن تونس. اخواتي اخواني كذلك قاعدين ما له يردوا وانا يقولوا للناس وان المعركه هذه هي معركه اللي عارض النهضه ضاعي عارض الاسلام واللي عارض النهضه كافر وغيرها، ما له ناس موجي لهنا هذم كافرات وكفار. الكافر هو الكافر الحقيقي هو اللي يكفر بالحريه وهو اللي يكفر بالمساواه وهو اللي يكفر بالكرامه وهو اللي يكفر بالديمقراطيه، فهو الذي يكفر بالعدالة الاجتماعية. ضحي نساء تونس وشاعر الشعب التونسي وفي مقدمته قواها السياسية والمدنية التقدمية والديمقراطية، يوم 13 أوت العيد الوطني للمرأة، في ظروف تمر فيها بلادنا بأزمة حادة على جميع الأصعدة والمستويات أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ويأتي إحياء هذه الذكرى أيضا في سياق الحراك الشعب الكبير الذي انطلق باعتصام الرحيل في باردو والاعتصامات الجهوية أثر اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي، والذي بلغ أوجه يوم 6 أوت في ذكرى مرور 6 أشهر على اغتيال الشهيد شكري بن عيد. أن جبهة الإنقاذ الوطني تحيي في ذكرى العيد الوطني للمرأة نضالات نساء تونس وجماهير شعبنا وقوات جيشنا الوطني وأمننا الداخلي وخاصة النساء منهم وعائلات كل الشهداء، فإنها تعلم أولا
تمسكها بضرورة حل المجزرة الوطن التأسيسي والسلطة المنبثقة عنها، تمسكها بضرورة حل المجزرة الوطن التأسيسي والسلطة المنبثقة عنها حكومة ورئاسة، وتحمل الائتلاف الحاكم مسؤولية المماطلة في ذلك وتعزيم الوضع. ثانيا، الشروع في المشاورات حول أهداف الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ وحكومة الإنقاذ الوطني المستقلة من 15 عضو برئاسة شخصية وطنية مستقلة، سيقع عنها الإعلان في الوقت المناسب. ثالثا، انطلاق حملة أرحل ابتداء من يوم غد الأربعاء 14 عود لعزل المعتمدين والولاد ورؤساء المنشآت العمومية وفي الإدارة. انطلاق حملة أرحل ابتداء من يوم غد الأربعاء 14 عود لعزل المعتمدين والولاد ورؤساء المنشآت العمومية وفي الإدارة المركزية الذي تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي. رابعا، التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 أوت 2013. رابعا، التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 أوت 2013. المجد والخلود للشهداء، العزة والمناعة لتونس، النصر للشعب والثورة، وإلى الأمام، إلى الأمام، نحو الحرية، نحو المساواة، نحو الديمقراطية، نحو الكرامة، نحو العدالة الاجتماعية. اللي يضربوا في مكاسب نساء تونس هم نفسهم اللي يضربوا في مكاسب المجتمع التونسي كله. اللي يضرب في حرية النساء هو اللي يضرب في حرية التعبير والإبداع، هو اللي يضرب في حرية الخلق، اللي يضرب في حرية النساء هو كذلك اللي ضد استقلال القرار، واللي هو كذلك ضد حرية العمل النقابي. اللي يضرب في حرية النساء هو النادى باش يقطعوا أوصال الناس اللي محتاجين، هو نفسه العدو الخدام وعدو الفقير وعدو الزوالي. حبيتهم اللي قاعد يفرق في النساء، اللي قاعد يفرق فيهم، هذه كافرة وهذه مؤمنة، هو نفسه اللي يفرق في التوانسة كل وقاعد يقسم فيهم. والحال وأنه نساء تونس ورجالها وحدتهم الثورة، وحدتهم الحرية، وحدتهم المساواة، وحدتهم الديمقراطية، ووحدتهم الكرامة، ووحدتهم العدالة الاجتماعية. حبيت أقول لكم وأن المعركة ما هيش هي معركة معركة الديمقراطية ضد الاستبداد، هي معركة مشتركة ما بين التوانسة كلهم نساء ورجال. حبيت أقول لكم وأن المعركة ما هيش معركة تاع دين، ما هيش معركة تاع الإسلام، وإنما هي معركة الديمقراطية. الغالبية التوانسة اللي يحبوا الديمقراطية مع أقلية تحب الاستبداد. وإذا كان كلامي غلط، اجمع اليوم المرأة اللي لابسة الخمار واللي ماهيش لابسة في نفس المكان، وبكلهم يعيطوا الحرية، وبكلهم يعيطوا المساواة. وإذا كان كلامي غلط، وإذا كان كلامي غلط، شنو اللي لم اليوم في نفس المكان لم الجبهة الشعبية مع نداء تونس، ولم اتحاد الشغل مع منظمة الأعراف؟ شنو الرابط الإيديولوجي ما بيناتهم؟ ثم حاجة تربطهم اليوم على اختلافاتهم وعلى خلافاتهم، الدفاع عن تونس والدفاع عن مكاسب تونس والدفاع عن الحرية والدفاع عن المساواة. وإذا كان كلامي غلط، وإذا كان كلامي غلط، شكون يدافع على الطاهر الحداد؟ الزيتوني احنا ولا هما؟ احنا ندافع عليه الطاهر الحداد وهو خريج الزيتونة. علاش؟ يعني المشكلة بالنسبة ليهم ماهيش مشكلة دين، مشكلة الطاهر الحداد المسلم الزيتوني يدافع على حقوق المرأة التونسية ولا حرية المرأة التونسية.